والآن مع بانوراما أونلاين وأبرز تداولات منصات التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية. وفيها نتحدث عن الأسير أحمد مناصرة، أحمد الذي اعتقل يوم 12 من أكتوبر تشرين الأول لعام 2015 بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة. وعلى الرغم من تأكيد عائلة الأسير مناصرة والذي اعتقل حينما كان طفلا بأن ابنها يعاني من اضطرابات نفسية تفاقمت مع استمرار عزله واقتلاعه من بيئته وأهله ورفاقه في السجن وبسبب تعرضه لأقصى أنواع التعذيب الجسدي والترهيب النفسي، تصر مصلحة السجون على إبقائه في العزل الانفرادي. مشتاق لأهلي، هذا ما قاله الأسير أحمد مناصرة اليوم خلال جلسة محاكمته في بئر السبع. لنتابع. دواء يا ابو ولا بالطلاق؟ لا يا باخ. لا شو بتحس حالك مع الدواء؟ بدك تروح؟ لا بخاف. بدك تروح؟ ان شاء الله. ما ان شاء الله. قلت لك جو. لشو اكثر شيء مشتاق يا احمد؟ قلت لك لاهلي. عصبت ينفع ولا بشكل هون؟ عندك امل تطلع احمد؟ ان شاء الله الله قريب. قديش إلك بالعزل؟ في التفاعلات كتبت عايشة عامر عبر منصة تويتر: لو كان صراعنا مع الاحتلال بسبب ما حصل مع أحمد مناصرة لكفانا ذلك سبباً، وأرفقت لمنشورها هاشتاج فري أحمد مناصرة، هاشتاج الحرية لأحمد مناصرة، وهاشتاج مش متذكر. حساب جفر الحب والثورة غرد أيضاً عبر تويتر وكتب: أحمد مناصرة يفقد بصره ببطء لعدم وجود ضوء كافي في زنزانة العزل الانفرادي المستمر، وبدأت تظهر عليه أعراض انفصام الشخصية. عن ذات الفيديو أيضا مينا كتبت عبر تويتر: تماما كما حصل حين اجتاح منصات التواصل كافة المقطع المصور خلال التحقيق الوحشي مع أحمد مناصرة لما بكى وصرخ بأعلى صوته في وجه المحقق وقال مش متذكر، ذات الشعور ينتابني اليوم بعد مرور 8 أعوام. فيديو أحمد المكبل وهو يقول: مشتاق لأهلي، مش قادر أطلع منه. الاحتلال تعمد من اليوم الأول لاعتقاله تدمير حياته ونفسيته، حسبي الله ونعم الوكيل. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. دمتم بخير وأمان، إلى اللقاء.